بي كيف دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو هذه، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. اليوم لانيفيرسير ديال سيليا اللي الصراحه كنا عوالين حتى الغدا عاد نديروه، ولكن سي عادل واحد الوقت هز التليفون قال لي شوفي راه اصلا كلشي حيت فريمون كلشي موجود. الكاطو كنت درت مع السيده حلويات الياقوت انها تجيبوا لي اليوم على اساس انه زعما باش يبقى عندي باش غدا نكون سيكوريزي، ما يكون عندي حتى شي اشكال ما والو. عاد هز التليفون قال لي لا صافي غنحتفلوا اليوم، اصلا اليوم مع 12 الليل غيدخل نهار 23 لو 23/6 اللي هو العيد ميلاد ديال سيليا الثاني ان شاء الله يا ربي هذا العام. واحتفلنا داكشي داز خفيف ظريف بيناتنا غير حنا اون فامي، ما كان حتى شي حد، كنا غير بوحديتنا انا وسيليا وباباها. هادشي اللي كان احبابي غنخليكم تعيشوا معنا اللحظات الزوينه اللي دوزنا اليوم. كيفاش احتفلنا؟ احتفال بسيط بوفي من صنع يدي، نتوما عارفيني انا كندير داكشي على قدي وكندير داكشي كنخدم داكشي بيديداتي باش كيكون فيه واحد الحب. وفريمون والله العظيم الحاجه ملي كتخدموها عن حب وبحب وبواحد الاحساس زوين كتطلع واعره 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 بزاف. انا كلشي صايبته في الدار من غير الكاطو ولي ماغنوم ولي بوب كيك ولي كاب كيك، هما اللي صايبات ليا حلويات الياقوت. صافي فقط هذا الشيء اللي كاين، وغادي نخليكم تشوفوا البوفيه ديالي الله يخليكم المتواضع كيفاش طنا. نخليكم تشوفوا معايا لحظات كاملين، خليكم على فيديو وفرجه ممتعه. جيبي 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 بعدا كاع ما قلتوا لي كيفاش جاوني الدفيرات يا لالا يا لالا على الصاص، جا زوينين ولا لا؟ خلا عادي صايبتي باش تقمشيني ساعه قال لي والو ما صدقاتش ليك زعما الخطه ما كيقمشوش. هذا لوجيل فيك فيرني بيرمانو، صراحه اول مره انا نصايب هاد العجب هذا، قلت نجرب ولكن صراحه عجبوني عجبوني. خليكم على لقطه لانيفيرسير فازي. معكم كلشي الكاطو هو عاد وصلني من عند حلويات الياقوت، وصلوني هنا لي ماغنوم ولي بوب كيك ولي كاب كيك. غنحلوهم مجموعين ونشوفوا الشكل ديالها، الصراحه تيحمق تيحمق تيحمق. مثلا يلاه كنصايب لي ميني بيتزا هنايا، الروينه عندي في الكوزينه يلاه صاوبت لي همبرغر وصايبت الديكوراسيون ديال البوفيه. هانتوما تيكولوراسيون يدوي، هذيك راه كنزوج يلاه لصقتها هنا لي همبرغر ديالي حطيتهم. انا في الاخر غنشارك معكم كلشي بلي ديطاي. دابا غنصايب ربو وحدي في الدار، غنصايب هاد لي ميني بيتزا هادو ندير فيهم لاصوص طوماط وديك الساعه عاد ندير فيهم الكفته حيت انا عندي حساسيه من الحوت. بلا ما تديو على الطاوه ديالي يلاه طيبت فيها الخبز صافي وجيت كنصايب فيها البيتزا. هانتوما شوفوا هادي نسيتها كما درت فيها الكفته، الله يستر يا ربي. صافي ما عندي ما ندير حيت الكفته اللي شحرت ديجا فرقت على الاخرين. نتوما غير بغينا نديرو الكثره صافي، ما هو ما عندنا حتى شي حد صافي عادي قرحتو هكايا ما عندوش مع عباد الله بزاف. على قلنا قلت ندير لي خاطرو صراحه عادي ماشي اجتماعي نهائيا، انا اللي اجتماعي وانا اللي كنت كنحاول نقولو سير ولا يلا نمشي شي حاجه بحال هكايا يلا نمشي ولا هادي، ما هو غير ماشي اجتماعي. هو مكرهش يعيش في شي كوكب غا هو وبنتو. مكرهش الصراحة يعيش في شي بلاصة، تيقولي مكرهش شي دار في شي بلاصة نكون غير أنا وبنتي ومرتي صافي. هو هكاك الأفكار ديالو. راه صايبت هادوك لي طاخت صغيرين ومعرفت لي كيش ولا شنو كيتسمو، أنا غادي نشاركهم معاكم. غندير فيهم غير شي فخوي، معرفتش غيجيب لي شي فخوي يحب الملوك واقيلا، غندير فخومبواس ولا غندير صافي. هادو غندير عليهم دابا غير زيتون كحل وندخلهم الفران وهاهما واجدين. تحرك يا we'll be right back.
بحال بابا بابا تا هو لابس ميكي ماوس انا الوحيده اللي ديفيرون هذا الشيء اللي كاين. درنا اليوم واحد لانيفيرسير هكا يا بسيط 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 بالنسبه لسيليا. عادل هو اللي قرر اننا نديرو بوحديتنا، ما بغى حد، ما بغى يعرض على حد. عادل اصلا كيف ما قلت لكم في الاول لا فيديو عادل ماشي شي واحد اجتماعي، انا كنت كنحاول نردو اجتماعي ساعه ما نجحتش ليا الخطه صراحة. وملي كيحذرني من شي حاجة و تيقول لي راه من الأحسن أنك تكتفي بنفسك و تكتفي ببنتك و براجلك، كنلقى كلامه على حق و كيوقعو دي بروبليم كيأكدو لي هو عندو تجارب كتر مني و بصح كنطيح في نفس المشاكل اللي كيقول لي عندك. ملي تنقول لك شي حاجة كتوقع بصح كتوقع بصح، داكشي علاش أنا قررت نمشي في المنهج ديالو. صافي سديت صراحة سديت 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 ديال بصح هادشي اللي كاين احبابي. ونقول لبنتي واحد الكلمه اللي هي الله يخليك ليا والله يحفظك ليا يا ربي وان شاء الله. الله يخليك ليا سيليا. سيليا قولي امين. تربي في عزنا ان شاء الله. خلات تقول امين. قولي امين. ما عرفاش ليها. قولي امين. قولي امين. امين. سيليا قولي جويوز انيفيرسير. المهم احبابي ميرسي بابا. قولي ميرسي. قولي ميرسي. مرت لك الشكلاط عطيتيني كليتها ورطا لك. قولي ميرسي. واحدة أخرى يا ميرسي. المهم أحبابي والله يحفظها لنا يا ربي. آمين يا
وان شاء الله نتهلاو فيها والله يقدرنا نسعدوها في حياتها كامله ان شاء الله يا ربي. كنتمنى من الله اننا نوفروا لها الحب والحنان والعطف اي حاجه غتحتاج ليها باش ما تحتاجش لشي شخص اخر في حياتها من غير باباها وماماها. والله يخلينا ليها ويخليها لينا يا ربي ويخلي لها باباها بزاف 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 حيت هو اللي تشفق لنا الصراحه. هو اللي مسؤول على كل شيء. هو اللي شنو نقول لكم هو السند الكبير عاد انا مرح صراحه هادشي اللي كاين. شو ماما كاش دارت لنا كاع عمراتنا ها كتسس كاش دار هذيك. المهم احبابي هادشي اللي كاين يا مرحبا كنبغي كاسي ليا بزاف 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 ما تصوريش حتى نبغيك وغندير اي حاجه على قبلك. وانا انتي يا بنتي الكبيره يا كاسي. باي باي باي.